فقط وحصريا على موقع أنا السلفي. أحبار السوق، علماء السوق، شبهاتهم لأنهم فاهمين يعرفوا يجيبوا الكلام إزاي، ويعرفوا يزوقوا الكلام إزاي، ويزخرفوه وهو باطل ليظهر للناس أنه حق، ويجيب لك دليل نص الدليل عشان تشوفه تقول آه، ويخبي عنك النص الثاني، ويعرف يستدل بالباطل. زي يقول لك يجي ناس تيجي تكلم في التهنئة، يقول لك ده العلماء اختلفوا في التهنئة، وفي قول بجواز التهنئة تهنئة الكفار. كلام العلماء دول على أنهي حتة؟ على تهنئته بمولود، على تهنئته بزواج، على تهنئته بنجاح معين في دنياه. هذا الذي يمكن أن يهنأ به على قول، وهو الراجح أن هذا مثل هذا. يجي هو يقول لك أهو دليل يستدل به على جواز تهنئته باعتقاده الكفري بميلاد الرب أو كفر أو موت الرب أو 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 بأنواع الكفر المختلفة، وهذا مجمع على بطلانه. فده تبئيس على الناس. كم يلبس بعض الناس على بعض ويلبس عليهم بزخرف القول. أحبار السوق الذين يجعلون الأقوال كلها ليس قصدهم من طرحها أن يبحثوا عن الحق، ولكن مقصودهم تشكيك الناس. الشيخ الفلاني قال كذا، والعالم الفلاني قال كذا، والإمام الفلاني التاني خالفه في الحتة الفلانية، والمذهب الفلاني يجيب له تدقيقات المتأخرين وفروقاتهم وتخريجاتهم ومنازعاتهم وطرق التخريج عشان يعقد الناس، مش عشان يبين لهم الحق، عشان يبين له طلعهم خبر ابيض كل ده واحنا جهله ما بنفهمش حاجه. يبقى احنا ايه؟ نبقى لازم نبقى زي الحيوانات في الاتباع لهم لهؤلاء، والعياذ بالله. ولانه لما يعرف يزخرف القول، زي امثله كثيره في هذا الباب ما ظهرت في هذا الزمان، زي موضوع النمص، موضوع حلق اللحيه، موضوع الاغاني والموسيقى وأنواع المعازف، كل دي وطلعوا لك أقوال وقال لك دول اختلفوا. ما عارفين هم اختلفوا، وحدش قال كده، لكن لا يلزمنا إلا ما بينت الأدلة صحتها وأهل العلم بيّنوا صحتها. نعم، لا شك أن هناك من أمور الخلاف السائغ بين أهل العلم ما يحتاج طالب العلم إلى معرفته، وأما عوام الناس فهم متبعون لمن يقلدونه ممن يثقون فيه من أهل العلم، مع أنه يلزم أن يبين لهم أن الخلاف السائغ لا ينكر فيه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.